مقبرة البانوراما هي المقبرة السابعة، تعد من أكبر المقابر الجماعية الموجودة في الرقة. طبعا نحن اشتغلنا بهذه المقبرة بواحد عشرة، أخذت منا حجم عمل نظرا لحجم المقبرة الكبير، نظرا لوجود الجثث اللي موجودة فيها. طبعا الجثث هي من محلي ولا أجنبي؟ محلي معروف شخصيات بلادنا، شلون الإنسان من الشرق الأوسط، في مثلا نقدر نميز الأوروبي بالطول، يعني كنت وإذا لسه بي بقية من الجثة يتميز إنه مثلا الشعر أشقر. والله الجثة كاملة هاي طبعا هي موزعة بين مسلحين وبين مجهولين وبين مدنيين.